دي كان بالمناسبة اليوم 8 ماي اليوم العالمي للحمار ديال البارح الامريكان كانت البارح يعني اللي نجحوا صبحوا معيدين مع الحمير يعني رسالة واضحة ومقصودة غير اللي ما بغاش يفهم وكم المهم انا ما غنديرش هذا هو اللي غير واحد الميساج منه هذا الفيديو هذا راه وصل تقريبا نص مليون مشاهده وكيتكلم على الفائزين بالقرعه انهم يعني المهم تتفرجتي في اللايف كامل غنخلي لك نتايا اللي الكلمه انا صراحه ما كانش عندي تفرج في هذاك الفيديو كامل ولكن سمعت شي هضره منه ماشي غير هو كاين الناس يعني انا سمعت واحد السيد هنا في امريكا اللي سوا عنده واحد القناه معروفه وكيقول الناس اعتقد يعني الناس اللي جاوا 20 عام وشحال من عام هنايا يعني ندموا انا شحال انا 23 عام وانا هنايا الحمد لله كنحمد الله ونشكره لانني كنجي نشوف كنلقى هذه البلاد وفرت لي شحال من حقوق انا ملي كنت في المغرب كنت كنطبق غير الواجبات ما كانش عندي حقوق كنت يعني واحد الانسان مواطن اللي كندير غير الواجبات حقوق السكن والكرامه وسميتو ما كانوش عندي حتى جيت لامريكا هنايا وليت كنشوف واحد الحقوق اللي عمري شفتهم من المغرب المهم تفضل اخويا يوسف اخويا محمد شنو غادي نقول لك على هذا الفيديو هذا اول شيء احنا في الثقافه ديالنا احنا كاع ما نهضروا الى جانب القرعه ثقافتنا احنا كتبخص من الحمار الا كان العالم كله كيشهد ليه بيوم عالمي يعني راه كيعطي واحد الكرامه وكيقدسه اذا احنا دول العالم الثالث عندها مشكل اصلا هي مع الحمار وبالتالي اذا كان عندك غير مشكل مع الحمار كيفاش غادي ما يكونش عندك مشكل مع انسان اللي فاتك مثلا ولا جا لواحد الدوله اخرى هنا كيقولك مثلا ان الناس اللي كيجوا لامريكا والقصد ديالو هنا بان اللي كيجي لامريكا كيضرب تماره بحاله بحال الحمار هنا اللي بغيت نقول واحد الامر اساسي وهو ان طبيعي اي بلاصه مشيت ليها راه من الطبيعي غتخدم خدمه يعني كتبقى تسلق المراتب في الخدمه ديالك ولكن الامر اللي ما فهموش هو ان حتى شي واحد هنا في هذه البلاد هذه ما كيمنعك انك تسلق المستويات العلميه ياك وكمهاجر وتوصل تخدم واحد المراتب اعلى جي هنا سيدي وخذ ديبلوم ديالك في الهندسه ولا في الطب ولا في التراكين ولا في اي حاجه والعار ما لقيتش يعني الخدمه ديالك واكبر دليل اللي كيجاوبه هو ياك بان ما نقولوش هنا افضل ولكن هنا كاين واحد الشروط ديال الحياه اكبر دليل اللي كيجاوبه هو شنو هو وهو السياء الناس اللي دار عليهم الفيديو البشر علاش اصلا مستاء من القرعه ما جات فيه لانه بغى يحظى بنفس الحياه اللي قلتها خاي محمد هي الحياه الكريمه وهنا الناس عموما في المغرب ولا في جميع البلدان راه ما كيحلموش بهذا الرايه هذه ما كيحلموش بها هي راه كيحلموا ماشي بالحلم الامريكي الناس تحلم بحياه كريمه فيها الحقوق ديالهم فيها يعني المتطلبات ديالهم بغي يعيش كانسان هذا هو الامر يعني اللي خاص يفهم هذا السيد هذا ومهم شو غير تشوفوا الناس ديال القوارب اللي كيخرجوا حارقين علاش هذوك الناس دابا كيعرضوا حياتهم للموت وكيمشيو ماشي حتى لامريكا كيحرقوا غير الاسبانيا باش يخدموا يعني في خدامين اللي ماشي بحال اللي كيجيو الناس القرعه يخدموهم هنايا هنا اصلا اللي كيجي هنايا وبغى يخدم المينيموم ويج راه 15 دولار الساعه في نيويورك والزياده فين يلقى 3000 ريال الساعه غيلقى في المغرب نمشيو للكوست اوف ليفين المغرب راه هو ولا غالي هو كيقول لك زعما الا درتي 2000 دولار تما راه غادي تكري ما عرفتش بشحال لا كاينين ولايات رخاص وكاينين ولايات غاليين انت والاختيار ديالك راه هضرت على قبيله بغيتي جوده الحياه بغيتي تتبرع مع راسك خسر سيدي الفلوس خدم سوايع اكثر كنشوفوا اوباما من اب مهاجر وصل البيت الابيض وعلاش انا ما يكونش عندي احلام كمهاجر كنمشي نشوف ناس باكستانيين واصلين دكاترة كنشوف ناس مهاجرين من جنسيات اخرى واصل مناصب كبيره المغرب مغربي وما كيوصلش يعني للبرلمان وما كيوصلش للمناصب عاليه مغربي زيد في المغرب وما كيوصلش لك المناصب باش غيجي واحد وغايقول لي راه ربي بغاك ملي ما جاتكش القرعه واش هذه الفكره غتدخل الراس الا كنتي باغي تبرد على الناس واه ماشي مشكله يعني هذيك اسلوب ولكن بدون تجريح الناس هذوك اللي جرحوا راه كاينين ناس اخرين ربحوا راه بحال كطيح لهم المعنويات ديالهم راه حنا دايرين دابا اللايف تقريبا من الصباح حنا كنغوتوا علاش باش هاد الناس نزيدوا لهم في المعنويات ديالهم في الشحنه ديالهم الايجابيه باش ملي يجي لهنا يلقى واحد الباجاج يلقى واحد الحوايج باش تحطوا واحد الانسان يعني احسن لان نفس هاد الناس اللي كيجيو بالقرعه راه هما اللي كيمشيو للمغرب من بعد وكيصيفطوا العمله الصعبه وكيزوا الاقتصاد ديال المغرب راه هما نفسهم يعني الا كانوا هاد الناس كيخرجوا برا من المغرب وكيتغربوا وثاني حاجه انا ملي جيت انا الاول مره الامريكان هنا كنسمع الغربه الالم الغربه قاسيه الغربه كدير الغربه مابقاش كنسمعها انا بالعكس انا وليت كنمشي للمغرب وكنبقى فيه مثلا واحد 3 شهور هذاك الشهر الاخر كيدوز عندي غربه لان السيستم ديالي العقل ديالي والطبيعه ديالي يعني مشات مع الحياه هنايا
قد ما عشتي فوق هذه الارض واحد المده اطول قد ما كتعود على التقاليد ديالها والطبيعه ديالها وكتولي واحد انسان منا واحد انسان منا. زائد علاش غنجي كيقول لك الناس كيمشيو عنده واحد الفكره باش يمشي باش يمشي الميريكان وغيرجع من ورا 10 سنين ولا 5 سنين وغيدير مثلا واحد 100000 دولار ولا 500 يجي يشري فيلا. هذه راه الاحلام ديال الناس اللي ما عندهمش العقل. الناس اللي كنقولوا اميين هذه الاحلام كنا كنعرفها ملي يلاه كنمشي عند مثلا شي انسان بدوي ما عارف حتى شي حاجه كيقول لك غتمشي وغتجي للمغرب وغدير الدار وغدير هذه راه مابقاتش بحال هكا. راه خصك تفكر هنايا ملي كدير ولاد راه كتجمع لهم فلوس القرايه. هنا ملي كتبغي دير انت شي حاجه راه كتوجد ليها راه كتمشي تقرا كتمشي دير سيرتيفيكيت كدير دوغريز كدير شحال من حاجه. علاش؟ لان عارف راسك في اخر النهايه ملي تاخذ هذاك الدوغري ديالك وغتمشي تابلي ما غايقولش لك باك صاحبي ما غايقولش لك انت ولد من ما غايقولش لك انت بحال هذاك الوزير ديال العدل كيقول لك ولدي قاري في كندا. غتكون انت قاري في امريكا انت غتكون احسن من ولد وهبي. في المغرب راه الناس قارين حفه وراسهم عباد الله وفي الاخر كيجي واحد ناجح بالفلوس وغيجي واحد مسكين خاسر على راسه 10 دراهم في الانترنت وطالع كيقول في شي هضره اللي ما عندها حتى شي قيمه. المهم كل واحد خاصو يتكلاسيفاق بحال هاد حنا صراحه حنا اللي كنجعلو من هاد التافهين مشهورين لان هاد الفيديو اصلا ما عندوش واحد المحتوى وواحد المعلومات اللي عندها لا باز اللي كنقولوا معلومات اكاديميه بحال دابا حنا كنديروا لايف ما كنبغيش الاخ يوسف يعطي اي معلومات كندخل للويب سايت كنعطيكم المصدر ديالها وكنشوفوا المعلومات كنتاكدوا منها. اما هذا طالع كيهضر خاوي صراحه اخويا والله انا كل من الناس اللي اتصلوا بنا في الصفحه وانت الاخ يوسف هذا الاخ ما كيستحقش هضر عليه لان الافكار ديالو خاويه وبقى عنده ديك الهضره ديال كما كتقول ديال الزنقه ديال راس الدرب. واحد كيهضر سمعت واحد قال لي واحد طال لي واحد اسمح لي صراحه. المهم الاخوان اللي كيتفرجوا بحال هاد الفيديوهات بحال هاد الناس اللي كيحب اللي كيزيدوكم في الاحباط ديالكم وهاد الناس اللي كيطيحوا من المعنويات ديالكم من الاحسن سدوا لهم الباب ما تعطيوش المجال بحال هذا يهضر لانه دابا هو غيسحب راسو يعني راه مهم ملي كيشوف مثلا واحد العارف ملي يتفرجوا فيه غيسحب راسو مهم. مع انني انا دخلت لهذاك الفيديو كنلقى اغلبيه الناس اللي كنعرفهم هنا في امريكا اغلبيه كلها هجوم اغلبيه كلها معيور اغلبيه كلها ما بقاوش نعطيو الفرصه كما كنقولوا الحمقى ما نعطيوش الفرصه باش يوليو مشاهير. تفضل اخويا يوسف. واخويا محمد هادشي اللي قلت يعني كله يعني خصو يتخذ بعين الاعتبار هو تحفيز الناس اللي في الصفحه ولا من غير يعني اللي في الصفحه يعني جميع المغاربه. انا بغيت نقولها واحد القضيه اخرى. دابا العقليه ديال العالم الثالث ملي كتكون معنفه كتحتقر كل شيء صغير. دابا هو هنا قال واحد المساله اساسيه هو انهم كيمشيو كيضربوا تماره. انا في الشركه ديالنا كاين امريكيين امريكيه شنو كدير كتجمع يعني الاوساخ والزبل ديال الشركه وعادي والشطابه والمسائل ديالها. بمعنى هاد الناس هادو اللي كاينين في امريكا متصالحين مع عاداتهم اي خدمه تقدر تخدمها في البدايه وعندها هدف في راسها جايه كتخدم مثلا كتخدم عامين كتضرب عامين معنا كطير كتشوفها مشات يعني لبلاصه اخرى كتخدم خدمه اخرى. بمعنى شنو خصنا نتحروا اولا من ديك العقليه ديال انني ما نخدمش واحد الخدمه ضعيفه هذه فيها تماره هذه كذا. واكثر من ذلك اخويا محمد واحد الاصدقاء كنتواصل معاهم واحد دير تراكينغ يعني دير الشاحنات واحد نورسي واحد دير الاي تي. دابا انا شنو علاش نتواصل معاهم كاملين ثلاثه بغيت نشوف غير علاقته هو بداك الشيء اللي داير. اي واحد كنسولو كيبغي يجرني للتخصص ديالو كيقول لي مثلا التراكينغ راه فيه الفلوس اجي دير التراكينغ. واحد دير كذلك الاي تي كذلك راه فيه الفلوس اجي ديرو كذلك حتى النورسي. بمعنى شنو الناس هنا راه ملي كتقرا راه ممكن توصل لشي حاجه اللي تكون دير انت وانت مرتاح فيها. عكس مثلا في المغرب واحتراماتي للناس ديال المغرب وانما كنهضر على الوضع الوضع الشغل في المغرب. اي واحد كتسولو كيقول لا بعد على هاد الخدمه هادي التعليم ما تمشيش ليه هذا كذا ما تمشيش ليه مع احتراماتي الناس اللي خدامين في كل تخصص. لذلك ملي كنهضروا على امريكا كنهضروا على الحلم الامريكي والحلم الامريكي ما كاينش غير عند المغاربه. الحلم الامريكي كاين عند النموذج ديال الانسان الاوروبي اللي كنشوفوا حنا حتى هو كيحلم انه يجي لامريكا. والحلم الامريكي ثانيا اللي كيهضر عليه هاد السيده هذا غير متوفر لاي واحد. راه ما يمكنش تاخذ خدام ليا بمينيموم ويج وما عندك لا دراسه وما كدير لا شي مشاريع اخرى في حياتك كتمشي تخدم 8 السوايع كتجي تنعس الويكاند كتمشي تخرج مع صحابك للقهوه وكتقول لي غدير الحلم الامريكي. كاين اللي باغي غير هذه الحياه يعني الحلم الامريكي غير متاح للجميع. الحلم الامريكي كيحتاج التضحيه.